السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس ان شاء الله تكونوا بخير. المهم جيت المغرب، غنجلس واحد 6 ايام، عندي عطله قصيره، ما نجلسش في المغرب بزاف حيت عندي الخدمه. المهم قال المغرب غدوزوا معايا واحد اليومين، نشارك معكم واحد اليومين واحد 3 ايام، نصور لكم شي شويه فين غنمشي. غنمشي اول حاجه بالنسبه ليا مهمه، غنمشي الحمام وجيت الحويجات وجيت صابون البلدي وزيت الغسول. المهم اختي الهام الله يخلف ليها وجدات لي صابون البلدي وجدات لي الحمام كلشي. المهم غنمشي ندير، بالنسبه لي ما نوريكمش البنات لي برودوي نهائيا، ما نوريكمش لي برودوي. غنمشي الحمام، غنتحمم مع راساتي وبقاو معايا، ونتمنى ان هذا النوع تاع الفيديو في المغرب يعجبكم. الذين وزادها نور الحمام. المهم جيت من الحمام درت واحد الغسله من داك الشر الرفيع، تبارك الله عليا، غسلت وتحمحمت مع راساتي. الله يخلف على الحمام المغربي الاصيل. سميتو صابو البلدي، وديت معايا الغسول البلدي، هذاك الشيء داس غزال تبارك الله. ولبست هاد الدراعيه ها هي كما تشوفوا زوينه، مفصله توب مشري ومخيط، العماره مشريه والخياط جمعت شي كله، خيطت شي كله. المهم تنستافدو نطلع شي شويه فقط الداري، واخا حتى الوالده ما تبغيش، نطلع غير باش نبين لكم الدراعيه طويله. المهم تنستافدو من تنجو هنايا تلبس شي شويه تاع الدراعيات، يعجبني تيكون هادشي اليز مريح. والمهم نتوما معايا وتشوفوا وتشوفوا هاد، المهم بقاو معايا وتشوفوا الفيديو فاش كاين. فوالا جا مع الشعر واحد الجمعه بلديه تيمات الخير. السلام عليكم. نقص هذاك الصوت، هذاك السر. اوكي ماما نقص الصوت. السلام. المهم حنا غنخرجوا نضربوا واحد الدويره، لبست لالا واحد الكسيوه يا هذيك، ولبست واحد الكولون واحد ليغينز خفيف، وميمه جايبه راساتها هي بغات تصور لالا، بغات تدخل في الفيديو، بغات تبان. مرحبا بك. فوالا انوريكم المشطه اللي درت، دارتها لي اختي، جمعت لي شعري. البنات من تنجي المغرب الاغلبيه تاع الاحيان، الاغلبيه تاع الاوقات تنجمع شعري مزيان، لان الشمس تتهلك لي شعري، تطحل لي شعري. انوريكم كيفاش جاتني المشطه. خرجنا، خرجت درت واحد الدويره في اسفي، كما تتعرفوا لما كنتوش تتعرفوا راني بنت اسفي عبديه، تولدت وكبرت تما في اسفي، تنسلم على الناس اسفي، تنسلم على جيراني على حبابي على الناس كلهم تاع اسفي. هي هذيك ديما اسفي في القلب، ما يمكنش نهبط المغرب وما نمشيش نشوف اسفي، ما يمكنش نمشي ما نمشيش المغرب وما نمشيش ناكل الحوت ونشوف الناس اللي تنبغي وحبابي. هي هذيك. المهم وكلينا راك في من تنهبط المغرب، راني تناكل، كليت عطا الله، كليت بزاف، لدرجه انني غير سويمينا راني هزيت واحد الكيلو ونص، غلاضيت شي شويه ولكن ماشي مشكل. مهم سالاد كومبوزي فيها الخضار تبارك الله، مصيبه زوينه يا هاتيك. كليت الحيمات بالبرقوق، تيشه وغزالين تبارك الله، الحيمات زينين يا هاتيك. كليت الحوت هو، اي حاجه طاحت ليكم في البال مغربيه راني كليتها، ما قديتش نصور بيان سور كل شيء، سينو يجي الفيديو طويل طويل طويل. كليت سميتو حويتات مع شليده، كليت الحوت بالطاجين، كليت الحوت في الفران، كليت السردي للبنات مشوي، كليت بزاف الحوايج، اي حاجه تاع الحوت راني كليتها وتبرعت فيها هاد الايامات اللي جلست في اسفي. صراحه لله تعجبني السرديل، هذاك الشيء بسيط، هذاك الشيء كله بسيط، اي حاجه بسيطه تتعجبني. سميتو الفلفل الحارة تاع هي تتعجبني، وهي والحامض والزيتون تعجبوني. خرجت درت واحد الدويره في سميتو حدا الخبزه،
حدا الخبزه راك عارفين طاجين، تنجي دائما تنضرب واحد الدويره تنتمشاو شي شويه. اس في مدينه صغيره ناسها دراوش، ناسها الله يعمر لهم الدار. سميتو تتبقى دائما بالنسبه لي المدينه اللي كبرت فيها ولدت فيها. وطويجنات كلينا طويجنات بكل انواع الاشكال، طاجين بالخضار، طاجين بالملوخيه، طاجين بالسلاوي، المهم الخضره والفلفله الحاره. المهم كليت وصراحه لله رايا ولدي عجبو الحال. وشت انا الحباب ما خرجتش درت بزاف، لان بالنسبه ليا صلة رحم مهمة. تنجي تنشوف الناس اللي تنعرف وتنبغي وعزازين عليا. مهم وهنايا هنوريكم البنات الدراعيات اللي تلبس من طنبة المغرب. تلبس بزاف الدراعيات، الدراعية حمراء سامبل، ماشي شي حاجة كتيرة. راه كلشي وقل البنات كلهم راه تيعرفوا عندنا نوع تاع الدراعيات دايرة 35 درهم. لغلع على مسكين تلبسي دوزي بها الصيف بخير وعلى خير. هاد الدراعية البنات الزرقاء مصايبة، ماشي مشرية، توب مشري ومصايب. هاد الدراعية مصايبة من زاكورة سامبل طويلة، توب تاع غزال البنات تحمق زرقاء. تعجبني انا الزرقاء، الله يخلف على اللي صايبها ليا. المهم تلبس بزاف الدراعيات كما قلت لكم، وتنجمع شعري مزيان ما تنخليهش مطلوق لانه تبرزتني. وهنايا دراعيه اخرى صفراء بحال ديك الحمراء. باقي هادشي كله باقي هادشي كله بحر لبستو هاد الايامات. شريت فيهم شحال من حاجه، ماشي شريت انا، تيشرو لي قبل ما تنجي وتلبس انا منهم شي دراعيات تاع بني ملال، وفيهم شي دراعيات مصايبين في اسفي، وفيهم شي دراعيات مصايبين في زاكوره. هادي الكري راه تتلبس بحال هكذا قصيره، الدراعيه هادي تاع زاكوره تتلبس قصيره، تتلبس مكمشه البنات. عندنا واحد تاع الدراعيات تتلبس مكمشه، هادك الصايبه والخياطه راه تيبيك من زاكوره، مصايبين من زاكورة. تتقد تلبسي معاها هاد الدراعي، تلبسي معاها سروال تاع جين ولا كولون تخرجي بيه. انا صراحة تلبسهم تنخرج بيهم. هادي تا هي هاد جليليبيه تاع زاكورة كحلة، فيها دوك لي موتيف مصايبة من زاكورة غزالة تتعجبني بهذاك القبيب بحال هكذا مصايبة بهاد الطريقة. المهم كما قلت لكم تنحاول نستافدو تلبسوا هذاك الشيء اللي ما مولفش نلبسوا في فرنسا. عشان كلهم تلبسوش في فرنسا الدراعيات، اي تلبسهم في الدار، ولكن هاد الجليبيات وهاد الشيء تلبسهم في المغرب تنخرج بهم صنيديله تتكوني مريحه وتتكوني على خاطركي. و هنبارطاجي معاكم هاد الدراعيه بالسروال كما شتو تاع سميتو مصايبه. تيعجبني هاد الثوب، هاد الثوب حتى هو راه سميتو هاد الدراعيه مصايبه في زاكوره، حتى هي غزاله هاد الدراعيه بسروالها جابادور. هي هاديك زوين مريح تيحمق. المهم فين ما كانت شي دراعيه وشي جابادور تيعجبني هادي البنات. انا تلبسها في المغرب، تلبس معها سروال تاع جين، ولبس معها دي باردور في الكحل هي هذيك، وتلبس هاد الدراعيه هابطه مستوره. سميتو ماشي الدراعيه سي ربي، سلهام تلبس راه عندو قفتانو ولكن ما لبستوش، لبست انا غير هذاك السلهام لبستو مع دي باردور وسروال تاع جين عادي مع سبادريه. تلبسهم تنتحرك بهم بخير وعلى خير ومرتاحه يا هديك، وباش نكون اليز. تنتمنى ان هذا الشيء يعجبكم البنات، خلوا لي في التعاليق واش عجبكم ولا لا. المهم تنتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، بارطاجيت معكم هذا الفيديو راني صبته في اسفي من هبط اسفي عند مولين الدار. المهم تحيه كبيره في الاخر الناس اسفي، الحبابي سميتو الناس كلهم. و فوالا هادشي اللي كاين في هذا الفيديو. نتمنى ان هذا الفلوغ تاع المغرب يكون عجبكم البنات، الله يفرحكم ويسهل لكم.